أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحدث من أرض الحدث، معارك الأنبار والنازحون إلى أين؟ هذا عنوان حلقتنا هذا اليوم. باسمكم أرحب بضيفي بالاستوديو الأستاذ يحيى المحمدي، عضو مجلس محافظة الأنبار. أستاذ يحيى مرحبا بك. كذلك أرحب بضيفي الدكتور هيثم القيسي، المحامي والخبير السياسي والقانوني. دكتور هيثم مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ المقداد، أشكرك. حياك الله. نكمل الحوار بعد الفاصل. مرة أخرى أحبتي الكرام مرحبا بكم. أبدأ معك أستاذ يحيى، مرحبا بك. حياك الله أستاذ مقتدى. يوميا نسمع في الصيف الجو حار لتحرير الرمادي، في الشتاء بسبب الظروف المناخية لم يتم تحرير الرمادي. اليوم تصريح للواء الركن إسماعيل قائد عمليات الأنبار أنه سيتم قريبا تحرير الرمادي أو انطلاق تحرير الرمادي قريبا. قبل 10 أيام انطلقت تحرير الرمادي، قبل 11 يوم صباح كرحوت استاذ صباح قال انه ستبدا عمليه تحرير رمادي. يعني ما اعرف متى تبدا عمليه تحرير رمادي، هذا يعني السؤال. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على هذه الاستضافه. طبعا اكيد اتفق معك على هذه التصريحات المتضاربه، سواء كانت المحليه او الحكومه المركزيه او المناخيه او المناخيه او التحالف الدولي ايضا هم. نعم. صرحوا بعض التصريحات، ولكن الحقيقة التي هي على الأرض بأن العمليات قد بدأت منذ أكثر من 4 أشهر على 4 محاور لتحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. وفعلا هذه القطاعات استطاعت من الوصول إلى مناطق مهمة جدا والسيطرة عليها، ومن ثم بدأت خلال الثلاث أسابيع أو الأسبوعين الماضية تقريبا بدأت بتطهير وتحرير مناطق أخرى في محور أو المحاور التي دخلت منها. وهذه المناطق تعتبر مناطق حيوية مهمة. مثل أي مناطق تحديدا؟ أتينا من جهة الشرق وهي الجامعة والسبعة كيلو وحي التأميم. الآن الحكومة دخلت حي التأميم؟ نعم الآن في حي التأميم. نعم. متواجدين. نعم تمام. واللواء الثامن وقيادة عمليات الأنبار السابقة، هذا من جهة الشرق. يعني الآن الحكومة وصلت إلى دخلت اللواء الثامن. نعم دخلت اللواء الثامن. استعادت اللواء الثامن. استعادت. نعم تمام. ومن جهة الغرب والشمال هي مناطق السبعة كيلو وكذلك الملعب الأولمبي ومناطق البوريشة وأيضا المناطق الأخرى اللي هي تحت قيادة عمليات الأنبار، هي مناطق الجرايشي باتجاه جسر المفراج والسيطرة على جسر المفراج والسيطرة على المنطقة الأخرى المحاذية لجسر المفراج، وكذلك من جهة الجنوب كل هذه المناطق استطاعت القوات وبكل مسمياتها من الدخول والتوغل إلى هذه المناطق التي كانت تعتبر هذه المناطق حيوية واستراتيجية لتنظيم داعش الإرهابي، وكانت في وقت صعب جدا للدخول والتوغل والسيطرة على هذه المناطق. ولكن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ومن ثم القوات المشاركة في عملية تحرير الرمادي استطاعت من الوصول إلى هذه النقاط، وهذه النقاط تعتبر نقاط قريبة جدا إلى مركز مدينة الرمادي. جميل. أنتقل إلى الأستاذ هيثم القيسي. أستاذ هيثم، برأيك اليوم التحالف الدولي أو أمريكا تحرص كثيرا على الدخول في الأنبار من دون تدخل الحشد الشعبي الذي هو ربما يعتبر البعض هو تابع لإيران، لماذا برأيك؟ هل هذا إعادة احتلال مثلا
رغم أن الاحتلال الأمريكي خرج، أم ماذا تسميه أستاذ هيثم؟ والله يا أستاذ مقداد، الصحيح بداية أشكر قناة السامراء، وهي القناة الغراء التي دائما تقف على رقبة الحقيقة بدقة وفائقة جدا، وأشكركم على استضافتي لكم. وبالنسبة لسؤالك للتدخل الأمريكي والتحالف الأمريكي في العراق، فقد صرح كارتر وزير الدفاع الأمريكي بأنه لا بد من وجود قوة مباشرة تواجه مجموعات الإرهاب الداعش يعني بالعراق، وذلك حيث أنها لها تجربة سابقة على أرض العراق، وهي بالحقيقة لا تقوى ولا تقدر أن تجابه اللي هو بما تسمى المعارك التي توجد في مناطق الحارات أو المناطق الجراند سيتي تحديدا كمصطلح لها، لأنها هي جيوش منظمة، هاي لا تستطيع أن تعارك في مثل هذه الساحات القتالية، وبالتالي سوف تتكبد خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات في غنى عنه، كون لها تجربة سابقة في السنوات الماضية، وبالتالي دأبت إلى أن يكون هنالك غطاء جوي منها، وكذلك غطاء استخباراتي لتحديد الأهداف لمواقع المجموعات الإرهابية الداعشية، حتى يتسنى لهذه المجموعات من الحشد الشعبي والقوات العسكرية العراقية من مداهمة ومواجهة هذه المجموعات الإرهابية على أرض الواقع وجها لوجه. نعم جميل، هذا المقصود. نعم، لكن أنت برأيك هذا هل هو إعادة احتلال للعراق؟ أما بالنسبة لموضوع إعادة احتلال العراق فهو هذا احتمال، ما ليس احتمال بس بل من المؤكد إعادة وضع يدها حتى توازن ما بين المرحلة السابقة التي خرجت من العراق ولم تحدث ما كان مخططا لها بالشكل الدقيق، حتى تستفيد أكثر وأكثر من الخيرات التي موجودة بالعراق، وحتى تستطيع أن تسهب قدما في تنفيذ مخططها بالتقسيم، حيث أن قائد القوات الأمريكية حينما شاف الانتفاضة بالجنوب قد وحدت الشعب العراقي بكافة أطيافه ومحاوره، فقد أعلن وبصراحة أنه حان الآن تقسيم العراق. يعني الآن أمريكا برأيك أستاذ هيثم تسعى لتقسيم العراق؟ طبعا هذا بالتأكيد، هاي مطامع صهيونية إسرائيلية أمريكية إيرانية. طيب سأنا راح أسأل هذا السؤال إلى أيضا ضيفنا أستاذ يحيى، برأيك لماذا اليوم أمريكا كل ثقلها في الأنبار؟ لماذا الأنبار تحديدا رغم أن الأنبار صحراء؟ الآن الكثير اليوم من الشارع العراقي يقول الأنبار صحراء، ليش أمريكا اليوم تحرص على الأنبار؟ أم هناك خفايا ربما موجودة في الأنبار ما يعلمها الشارع العراقي؟ يعني ما يخفى على أحد بأن الأزمة التي تحدث الآن في المنطقة هي ليس أزمة محلية فقط لمحافظة الأنبار أو فقط للعراق، وإنما هي أزمة تتعدى الحدود، ليس أيضا أزمة إقليمية وإنما أزمة دولية. الآن دول تشترك، عظمى تشترك في هذه الأزمة، فضلا عن الوضع الإقليمي، الوضع في سوريا، الوضع في العراق، الوضع في اليمن، الوضع في ليبيا، وأيضا تنظيم داعش الإرهابي هو ليس فقط في الأنبار، هذا من ناحية الوضع الأمني أو التحديات اللي موجودة على الأرض. وإذا ما أخذنا موضوع الأمريكان ووجود الأمريكان خرجوا من العراق في 2010، ولكن هناك اتفاقية أمنية وقعت ما بين الولايات المتحدة وبين العراق في عملية التعاون الأمني والحماية. يعني هذا ليس إعادة احتلال، يعني هو لماذا التيار الصدري وغيرهم من الحشد الشعبي يعتبرون التدخل الأمريكي وإعادة احتلال؟ أنا مثل ما قلت لك بأنه هذه الأزمة هي ليست أزمة محلية وإنما أزمة إقليمية فيها أبعاد سياسية، أبعاد اقتصادية. الأستاذ هيثم يقول ربما أمريكا تسهم قدما في تنفيذ التقسيم. طبعا اليوم الجميع المحللين إذا يتكلمون على الوضع في المنطقة يتكلمون بإعادة ترسيم المنطقة من جديد، بأن باعتبار سايس بيكو كان قبل 100 سنة وانتهى الآن، يعني على 2017 ينتهي يعني مدة الاتفاق الذي عقد في حينها ما بين فرنسا و يعني فرنسا و
يعني ما اتذكر انا اخذناها بالمتوسطه. المهم اليوم وكانه الاقطاب اختلفت بين فرنسا وبريطانيا، اليوم اختلفت الاقطاب هو بين موسكو وواشنطن. اليوم يعني ابرز يعني طرفين الان بالمعادله وهم السوفيت والامريكان، وهذا واضح جدا اليوم بين الامريكان دخلوا الى محافظه الانبار ودخلوا في اهم قاعدتين في العراق وهي قاعده الاسد وقاعده الحبانيه. نعم. وكذلك الاتحاد السوفيتي الان نزل في سوريا، وكانه اليوم الملامح هي تشير على ان هنالك صراع دولي على المنطقه على تقاسم النفوذ والسيطره. جميل، لكن الان من يقود المعارك في الانبار؟ ولماذا برايك لم يتدخل الحشد الشعبي في المعارك الانبار؟ طبعا الان الجيش العراقي، مكافحه الارهاب، الشرطه الاتحاديه، الشرطه المحليه، ابناء العشائر. موضوع دخول الحشد من باقي المحافظات الى الانبار حقيقه هذا يعني في شيء من الاتفاق او التفاهم ما بين الحكومه المركزيه وما بين التحالف الدولي، وواضح جدا بان التحالف الدولي هو الذي يمنع دخول الحشد من باقي المحافظات الى الانبار على اعتبار انه ابناء الانبار هم متواجدون في المحافظه وهنالك اعداد هي ضمن الحشد الوطني، وايضا هنالك اعداد لحد هذه اللحظه لم يشملوا بان يكونون ضمن هذه المنظومه، وبالتالي هذه المعطيات الموجوده الان على الارض وكانها تشير بان التحرير يجب ان يكون على ايدي ابناء المحافظه، ومسك الارض يجب ان يكون على من ابناء المحافظه ايضا، سواء كان من الشرطه المحليه افواج الشرطه المحليه او ابناء عشائر المحافظه. جميل، اعود لك استاذ هيثم. استاذ هيثم، يعني برايك اليوم التحرير الكل يحرص على ان يكون تحرير الانبار بيد عراقيه، لكن عندما يتدخل التحالف الدولي وتمنع او يمنع الحشد الشعبي من التدخل في الانبار، الا تعتقد هذا فيتو امريكي ضد الحشد الشعبي برايك؟ هذا بنناقشه من عده محاور استاذ مقداد. نعم، الحشد الشعبي بالسابق يعني كان ينفذ يعني كان يقوم بتحرير المناطق. نعم. في المنطقة الغربية. نعم. ولكن كان أيضا يقوم بتجسيد منظومات لأجندة خارجية في داخل هذه المناطق العراقية، وأصبح وأكثر ما يكون أنه الجانب ليس جانب تحريري وإنما أصبح جانب انتقامي. نعم. مثل حرب تكريت، مناطق صلاح الدين، والتي قاموا بها يعني بسلوك لا أخلاقي يتنافى ولا يتماشى مع مبادئ الحشد الشعبي. لكن هذا قال عنها عناصر مندسة أستاذ. نعم، وهي عناصر مندسة وليست تتبع للحشد الشعبي. نعم، أساءت إلى الحشد الشعبي وكانت تصرفات فردية يعني لا يقاس عليها. نعم. ولكن أنت قلت أجندة خارجية. نعم، أجندة خارجية. نعم، لأنه يعني أنا بعتبر ومن المؤكد بأن بعد سنة 2003 الحكومة الانتقامية التي شكلت بجهود بريمر ودستور بريمر الآن تنفذ أجندتها من خلال أجندات الخارجية ومن خلال اللي هو جيران العراق حتى يعني يصفوا الحسابات. لكن الآن الحكومة منتخبة سيد هيثم. أي انتخاب؟ الانتخاب هذا معتمد على تزوير، هذا ليس انتخاب قانوني. بلد مغتصبة، بلد محتلة، وما بني على باطل فهو باطل. نعم، ولا شرعيه لها اصلا بالقانون. هلا انت يعني اذا انت بتقر الان الحكومات الموجوده في بعد احتلال العراق، معناته انت بتقر باحتلال اسرائيل لفلسطين. هل بتقر باحتلال اسرائيل لفلسطين؟ لربما هذا الامر يختلف على هذا الامر، لكن راح نساله قياس مع الفارق لكن نفس راح نسال هذا السؤال. نعم. للاستاذ يحيى. نعم، بما انه هو سياسي. نعم. استاذ يحيى، انت سمعت ما يقول الضيف انه إذا تقر الآن أنه هذه الحكومة غير شرعية، الانتخابات كلها مزورة وجاءت عقب حكومات احتلال، فإذا نقر في هذه الحكومة احنا راح نقر كيف نقر باحتلال إسرائيل إلى فلسطين؟ يعني مع اعتزازي واحترامي برأي الأستاذ هيثم، هو طبعا يعني نحن المشتركين بالعملية السياسية صح. العملية السياسية أنشئت في ظل الاحتلال، ولكن
هذه كانت حكومات متعاقبة إلى أن خرج الاحتلال بال 2010 وبالتالي العراقيين كانوا أحرار في أن يعطون أصواتهم لمن يشاءون، وهناك قانون انتخابات وهناك دستور وهناك قانون. نعم هناك مشاكل، نعم هناك، ويقول انتخابات مزورة. لا طبعا التزوير، أنا أتكلم عن التزوير. إذا كانت مزورة تكون فاقدة للشرعية. لا أستاذ الفاضل، أنا أتكلم عن التزوير، هو بالولايات المتحدة الأمريكية أنه أكو تزوير، وكل دول العالم يعني هي فيه. أوباما صاعد التزوير؟ لا نتكلم الآن هذا القانون الانتخابي من ناحية مهنية أكاديمية. التزوير يحدث في كل دول العالم، ولكن عندما جميع الأحزاب أو المشتركين بالانتخابات والشخصيات السياسية وخلص رضوا بالنتائج وصوت عليها البرلمان وافق عليها وشكل الحكومات وبدأت الحكومات تعمل وما إلى ذلك من الأمور، احنا نتكلم من ناحية مهنية أكاديمية. أما من نواحي أخرى ممكن هنالك ملاحظات كثيرة على الدستور، على تطبيق الدستور، على السلطات القضائية. لنرى ماذا يجيب أستاذ هيثم. ماذا تقول برأيي أستاذ يحيى؟ برأيي القانون يا سيدي، أنا أقول برأيي القانون، برأي القانون أي منظومة دولية محلية أو خارجية إذا كانت ابتداء باطلة فإن جميع ما يبنى عليها فهو باطل ولا يستند إلى أي واقع من الصحة، وبالتالي نحن أمام وقائع غير قانونية وغير واقعية وغير حقيقية، وجميعها عبارة عن حتى الآن القائمين على شؤون وإدارة العراق يأخذون أجندتهم ينفذون بأجندتهم الخارجية ولا يملكون قرار أنفسهم، علما قبل سنة 2003 البلد العربي الوحيد الذي كان يملك قرار نفسه وكان قراره من ذاته هو العراق، والآن اختلفت المسألة كليا 180 درجة. جميل. نعم. هو يقول أستاذ هيثم أن أي منظومة قانونيا، أي منظومة تبنى من البداية على خطأ تعتبر باطلة. ما بني على الباطل فهو باطل. كل بلد عربي يقول قبل 2003 كل البلدان العربية لم تكن قراراتها من ذاتها إلا العراق قبل 2003 يتحدث، والآن كل الذين يحكمون لديهم أجندات خارجية. أنت بما أنك عضو مجلس عندك أجندات خارجية. أنا طبعا ما عندي أجندات خارجية ولا نستطيع أن نعمم. صح العراق اليوم ساحة للصراعات، هناك تدخلات بالشأن العراقي إقليمية محلية دولية، ولكن العراق الآن دولة، ما حد يقدر يقول العراق مو دولة، وإنما كيف يشارك العراق في اجتماعات المنطقة واجتماعات العالم الآن المتحدة الآن في الأمة العربية اللاتينية في طبعا الرياض. العراق دولة الآن، ما حد يقدر يقول العراق مو دولة. أكو عملية سياسية، ما حد يقدر يقول ماكو عملية سياسية. أكو دستور، ما حد يقدر يقول ماكو دستور. بس تقول لي أكو أخطاء، أكو أخفاقات، أكو كل هاي الأمور أكيد موجودة، ولكن لا أعتقد يعني ما تفضل به أستاذ هيثم ينطبق علينا بالعراق بالعموم. يخالفك أستاذ هيثم، أستاذ يحيى يخالفك جملة وتفصيلا. أي نعم، أنا أحترم وجهة نظر أستاذ يحيى، لكن نعم. أريد أن أضيف أن هنالك نوعين من الدول، دول نعم. حقيقية فعلية على أرض الواقع، دول حقيقية فعلية على أرض الواقع تملك زمام أمرها بيدها. جميل. وتنفذ أجندتها الوطنية والخاصة بها. نعم. وهنالك دول صورية لا تملك زمام أمرها كما هو الحال في العراق. نعم. وإنما تملك تنفيذ أجندة لكن خارجية. يقول اليوم العراق دولة، ما حد يقول اليوم العراق مو دولة. والله أنت يعني الجميع هو يقول أنا ما أتبنى رأيي. للأسف 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 أريد أن يعني أنا لا أحب أن أقول أنها من الدول المتردية اجتماعيا وسياسيا في العالم، من أدى الدول صارت علما أنها كانت مقارنة وخدميا واقتصاديا، وهذا شيء ما حد يخافك عليه، اقتصاديا عسكريا مقارنة قبل الاحتلال ما كان العراق، رغم أنه 13 سنة من الحصار عليه وما استطاعوا الأعداء أن ينالوا منه. جميل. لكن نعم. الآن يقول لهذا العراق اليوم يشارك في المؤتمرات الدولية، اليوم وزير خارجية، اليوم فؤاد معصوم رئيس الجمهورية بالضبط. وصل إلى الرياض في القمة العربية اللاتينية. نعم. يعني فهذا معناها هو خلاص سيدي. دولة ومستقلة ما حد إلى دخل فيه. سيدي هاي المشاركات عبارة عن مشاركات صورية، مشاركات صورية. نعم مشاركات صورية وبروتوكولات يعني دولية أو محلية أو إقليمية، لكن يعني لا تزيد أي تقدما أو تطورا أو تغييرا من الشأن المحلي للعراق. يعني هلا شاركوا بعداد عدة مؤتمرات وعدة لجان وعدة اتفاقيات، غيروا من الأمر شيئا للواقع الأليم بالعراق؟ لم يغيروا ولم يضيفوا عليه، وإنما تردي إلى الخلف وتراجع وتراجع وتخلف. جميل. قبل أن ننتقل إلى الفاصل ماذا تجيب أستاذ يحيى؟ أجيب بين العراق بين العراق كان نعم مشاركات صورية بروتوكولات عادية دولية لا تزيد
أي شيء في العراق؟ العراق كان صمام أمان بالمنطقة، كان سيد المنطقة العراق صح قبل 2003، ولكن العراق انتكس بعد 2003 دخول العراق ومؤامرة كثير من الدول على العراق الذين اشتركوا مع الاحتلال في تدمير العراق. ولحد هذه اللحظة العراق اليوم نعم العراق يمر بمرحلة صعبة جدا. العراق الآن ليس العراق سابقا، ولكن العراق إن شاء الله سينهض من جديد، ولكن صوريا أو شكليا أي من الدول الآن هي تمتلك القرار الحقيقي؟ أي من الدول، دول الخليج أو دول المنطقة؟ الجميع الدول يعني الآن هي ليس قرارها هو يعني قرار وطني 100%، ولكن العراق صح يمر بظرف، يمر بحالة من الطائفية، الآن لدينا داعش، وداعش نقاتل داعش بالنيابة عن المنطقة والنيابة عن العالم، وبالتالي نحن اليوم العراقيين نتحمل ما نتحمل. فأعتقد كلام أستاذ هيثم يحتاج لشيء من المراجعة. صح هنالك ملاحظات بأن العراق اليوم في كثير من مفاصله وقطاعاته صحيح في المراتب الدنيا، ولكن نحن دولة، ودولة لدينا دستور، نعم دستور فيه ملاحظات، هنالك انتخابات، نعم هنالك انتخابات فيها تزوير، نعم حدث تزوير، ولكن الآن نحن دولة. جميل، سنكمل الحوار بعدين ننتقل إلى فاصل. أحبتي المشاهدين الكرام، مستمرين معكم في برنامجكم الحدث بعد الفاصل. مرة أخرى أحبتي الكرام مرحبا بكم، مستمرين معكم في برنامجكم الحدث. سنتحدث في هذا الجزء الباقي من عن الوضع الإنساني والإغاثي. أعود لك أستاذ هيثم القيسي الخبير السياسي والقانوني. أستاذ هيثم مرحبا بك مرة أخرى. برأيك اليوم الحكومة يجب أن تتحمل كل الوزر في إغاثة هؤلاء النازحين، واليوم الحكومة لم تكترث لهم، اليوم الكثير منهم غرق، بل الكثير منهم مات غرقا في المخيمات للأسف الشديد، ولم تحرك الحكومة ساكنا. اليوم ما هو الواجب قانونيا؟ سيدي أستاذ الحكومة. أستاذ مقداد، نعم إن جميع دساتير العالم، نعم، الفقيرة والغنية تكفل للمواطنين العيش الكريمة والمسكن والمأكل والصحة، نعم، ولكن الدولة العراقية كما تفضل الأستاذ يحيى لا تقوى على إعالتهم ولا على معاشتهم ولا على تقديم لهم الصحة والرعاية بسبب سلب ونهب الأموال المتواجدة في خزينة الدولة. فأصبحت الدولة خاوية عبارة عن ألواح كرتونية فارغة لا تجدي ولا تسمن من جوع. فالآن هو الحل أن تقدم المعونات من الأمم المتحدة، ممن نهبوا أموال العراق، ممن نهبوا نفط العراق، هذول الملزمين، لأنه الآن الوضع الداخلي في العراق لا يحتمل، لا يوجد حتى رواتب، لا يوجد صحة، لا يوجد مساكن، لا تقدر من ناحية مالية أن تعينهم الحكومة، ولو كان معها لأعانتهم. أنا يعني متأكد من هذا الكلام، لكن لضيق ذات اليد في الخزينة العراقية الآن بالوضع الراهن فلا تستطيع أن تقدم لهم خدمات، وإنما يتوجب على الموقف الدولي ممثلة ببريطانيا وأمريكا أن يقدموا الدعم للنازحين من الأنبار ومن الفلوجة والرمادي وهذه المناطق المنكوبة، وإلزاما وليس تخيرا، وليس لهم أي نوع من أنواع الخيار في ذلك، وإنما ملزمين بذلك لأنهم هم أساسا من دمروا العراق، وهم هذه نتائج حتمية لما فعلوه. لكن هم ليس مجبرين اليوم أن يغيثون النازحين، والله كان الولايات المتحدة أو غيرها، كان مالي ذنب، ليش أقعد أغيثهم؟ لا أستاذ مقداد، نعم، هو أنت لما تيجي الآن لوضع النازحين عبارة عن نتائج متراكمة حتمية لما حدث بعد احتلال العراق، وهي هاي نتيجة فعلية مباشرة لاحتلال العراق، وهذا جميع الآثام وجميع المسؤوليات تتحملها. جميل جميل، تتحملها أمريكا وبريطانيا. جميل، سأعود لك أستاذ هيثم. أستاذ يحيى، سيد المحافظ أعلن النفير العام لكل كوادر الإغاثة في المحافظة لإغاثة النازحين، وطالب الحكومة المركزية وطالب المجتمع الدولي بأن يغيثوا النازحين. ما هي جهود مجلس المحافظة، أنتم كمجلس محافظة، في إغاثة نازحي الأنبار اللي متواجدين ببزيبز اللي اليوم صار معذرة، وغيرها من الأماكن في الغزالية والدورة وغيرها؟ طبعا أزمة النازحين هي ليست ولدت هذه اللحظة، وإنما هي من يوم اللي خرجوا منها من مناطق المحافظة، وبالتالي الآن أكثر من 23 شهر تقريبا النازحين في عموم
محافظات العراق وداخل محافظة الأنبار يعانون الأمرين. طبعا عند تشريع الموازنة يعني حقيقة نوعا ما استبشرنا خيرا، ولكن قلنا أيضا هذا المبلغ الذي خصص إلى المحافظة لا يكفي لتوفير الحد الأدنى من تقديم المساعدات للنازحين، والذي كان في وقته 163 مليار، ولكن هذه الموازنة لم تصل إلى المحافظة إلا ما يقارب 20% من المبلغ الكلي، وبالتالي اليوم المحافظة هي نوعا ما يعني عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من المساعدات إلى النازحين. هذا فيما يخص المحافظة ويخص جميل. الموازنة التي خصصت إلى المحافظة. جميل، أنا سأعود لك، لكن راح أنتقل إلى لدقيقتين تقريبا إلى الشيخ سعد أبو ريشة، سعد الفوزي. الشيخ سعد مرحبا بك. شيخ سعد، هناك كتاب رسمي سرب عن أن السيد المحافظ محافظ الأنبار أستاذ صهيب الراوي بأنه برفقة العلامة الكبير الدكتور أحمد الكبيسي وغيره أنهم قاموا أو سيقومون بجولة لجمع تبرعات ومبالغ مالية للنازحين. طيب وين الحكومة؟ وين العبادي؟ وين ميزانية الدولة؟ وين اللي 130 مليون دولار من الميزانية القديمة للنازحين وين راحت؟ ما أعرف، أنا نروح إحنا نشحد من الدول الآن؟ تفضل. لا لو سمحت لي، هو الأخ ضيفك يقول 163 مليار، هذه 163 مليار اللي خصصتها الحكومة الموازنة العام الماضي لمحافظة الأنبار، يا الله تكفيهم حجز بالفنادق، ويا الله تكفيهم حجوزات بالطيران والدول الدول جوار العراق وفنادق باربيل وأجارات بالجادرية وكرادة. هاي مو إدارة محافظة، ولا هم قد المسؤولية، ولا يعرفون أهل محافظة الأنبار شلون عايشين والنازحين على بزيبز وبالمحافظات محافظات كردستان. يقول الشيخ سعد يقول المبلغ ما وصل، يقول المبلغ ما وصل الضيف. عندهم ووصلتهم مبالغ كثيرة، ولكن قد وصل 20%. 20% شيخ وزعت على الفنادق وعلى الإفادات وحجوزات الطيران. هذا كلام مو صحيح، هذا كلام عام مو صحيح. سندباد الراوي، هذا سندباد الراوي، مو صاحب الراوي، صار سندباد يومية الدولة يومية الزاكر، ما يجي يشوف الناس ايش جاي تاكل، شوف الناس على شنو يسموه مسؤول محافظ الأنبار. هو خصص شيخ هو خصص او اعلن النفير العام بخصوص من يسمع له هو عنده كوادر المحافظة الآن. شنو رأيك شيخ؟ شيخ شنو رأيك؟ الشيخ سعد فوزي أبو ريشة، كنت مع أحد شيوخ عشان أنبار، شكرا جزيلا لك. شباب إذا تحصلون الشيخ أحمد الكبيسي يكون أفضل. الشيخ يقول 163 مليار يلا تكفي حجز فنادق، قلنا له أنها 20% ما صدقنا. يعني كلام فيه مغالطات كثيرة وفي تجني وتهم غير صحيحة. موضوع نتكلم على الفنادق والحجوزات هذا كلام غير منطقي وغير صحيح وكلام مردود. هسه أنت من السافر غير دولة تحجز على حسابك؟ على حسابي طبعاً.
نعم. هو الان هو يتكلم يتكلم على شخص المحافظ، واعتقد هو اشكاليه بينه وبين السيد المحافظ. يكفيك لو ما يكفيك بصراحه؟ انا طبعا يعني يا دوب بصراحه، انا يا دوب الراتب مالتي يكفيني والحمد طيب. لله انا يعني عندي ثقه بنفسي وبعملي وبمهني والحمد لله رب العالمين، انا يعني اللي عندي مكفيني والحمد لله. الحمد لله. بس طيب. هو الان يتكلم بس للتوضيح يمكن اكثر شيء على شخص السيد المحافظ. نعم. وكلامه يعني غير دقيق ولا يمد الى معلومات حقيقيه او ارقام. وإذا يريد أن يتكلم على موضوع النازحين فإحنا قدمنا ما نستطيع أن نقدمه إلى النازحين، ولكن أنا قلت منذ البداية أن 163 مليار هي لا تكفي للنازحين، وإحنا لحد الآن ما مستلمين إلا 20%. هذا من جهة. من جهة أخرى لدينا ثلاث أقضية داخل المحافظة، وهذه لديها احتياجات ولديها مستلزمات. وأيضا الآن المحافظة باقي بها بس ثلاث أقضية، العامرية والخالدية والحبانية والحديثة والبغدادي. نعم. وأيضا هنالك لدينا ملف أمني وهذا يحتاج إلى دعم، لدينا ملف صحي، قطاع صحي، قطاع تربية، لدينا متطلبات ومستلزمات. وأعتقد شيخ سعد كان غير موفق، وهذا الكلام نسمع مع الأسف من كثير من شيوخ محافظة الأنبار الذين جميل. لا يتكلمون بموضوعية والتهم هي هذه يضعوها من الأولويات، لا يقولون نأتي طيب. ونشمر عن سواعدنا ونشارك المقاتلين الآن موجودين أو صامدين على أرض الأنبار ونعمل معهم سوية لتحرير المحافظة. جميل. أعود لك أستاذ هيثم القيسي، يعني برأيك الآن من دون تدخل الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو غيرها، ما هو الحل لهذه الأزمة المتفاقمة، أزمة النازحين؟ يعني مو فقط أزمة أموال، لا أزمة صحية وأزمة يعني اليوم أمراض منتشرة، يعني شنو اليوم الحل برأيك؟ تفضل أستاذ. الحل بخصوص أهلنا أخواننا النازحين من مناطق الأنبار والمناطق الغربية هو يعني لابد من تكاتف الشعب العراقي في داخل العراق وتقديم المعونات والمساعدات. وهنالك فعلا أنا أعرف شخصيا من عشائرنا الكريمة في الجنوب تقدم معونات لأهالينا النازحين من الأنبار، ولا بد من تضافر هذه الجهود جميعا حتى تنهض بالمستوى المطلوب، على الأقل حمايتهم من ناحية صحية، من ناحية معيشية، من ناحية اللي هو المأكل والمشرب والمسكن. ولا بد أيضا من اللي هو التداعي العربي للمساعدة في هذا الوضع الحالي للعراق. الدول التي شاركت في هدم العراق، الدول العربية التي شاركت في قتل شقيقتها العراق، العراق العظمى، لابد أن تساهم الآن في مد يد العون إلى هؤلاء النازحين كحالة إنسانية في حال تخلف الأمم المتحدة والدول الغربية التي كانت أساسا هي السبب الرئيس في تدمير العراق. أنا بوجهة نظري لابد من تكاتف محلي شعبي بين العشائر، وتكاتف على المستوى الإقليمي اللي هو عربي عربي، وبالإضافة إلى التكاتف الأممي جميل. العالمي. سأعود لك لكن ينضم معي هاتفيا الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي العالم الإسلام الكبير. دكتور أحمد مرحبا بك. مرحبا بك الكريم. هناك وثيقة سربت عن أن اسمكم موجود ضمن مجموعة ستذهب لجمع تبرعات للنازحين باسم أهالي الأنبار، ما صحة هذه الوثيقة التي سربت دكتور؟ تفضل شيخنا. نعم. وقالت إن جمعية جماعة جمعيتنا أن نذهب إلى الدول العربية لنجمع بعض المساعدات لأهالي الأنبار والمهجرين، وهو عمل إذا ذهبتم فهو عمل كريم وعمل عظيم، وأنتم مسؤولون وأهلكم يستحقون منكم هذا الجهد لأنه الآن في نحن. وإذا بمفاجأة بأن اسمي هو مع هذه الليلة التي ستذهب، وأنا لا أسأل عن هذا، وأنا لست في وسعي ولا في قدرتي أن أذهب في هذا العمل، وإنما الذين يذهبون الذين الشعب، وما شاء الله الإنسان معكم يا كريمة عشائرية أو دينية أو حالي، فسجيت من هذا حقك الله أنا ليس في مسحي ولا أشعر في هذا العمل، وأعتقد أنهم استجابوا فحدثوا اسمي. الآن اسمك محذوف يعني شيخ من هذه القائمة؟ نعم. طيب بماذا تنصح اليوم أهلنا في العراق من الجنوب إلى الشمال في حال أزمة النازحين اليوم التي تتفاقم يوما بعد يوم شيخنا؟ تفضل.
أقول لك شيء، أنا سوف أدخل بالموضوع بجانب آخر. نعم. كلنا نعلم أن الله يحب العراق، وجاء في هذا الخبر أن الله منع سيدنا إبراهيم من أن يدعو على أهل العراق عندما وضعوه في النار، وقال لجبريل قل لإبراهيم قاتلوا على أهل العراق فقد جعلت فيهم خزائن علمي وخزائن نعم. هذا واحد. الاتفاق الثاني، كل العراقيين متفقون على أن العراقيين في هذه الأيام ليسوا كما ينبغي، وليس هذا شأنهم في تاريخهم كله. العراق أبو الحضارات كلها، ولا ينبغي أن يكون فيه هذا الغبش وهذا العبث. جميل. وهذا الغبش وهذا العبث منه ما هو خطير، قد يخرج المرأة من الإسلام، قد يخرج العراقي من دينه. وبما أن الله كما قلت لك أن الله يحب العراقيين، لأن العراقيين سخرهم الله سبحانه وتعالى لحمل العلوم في هذا الدين إلى يوم القيامة، وحمل العقاق بتحرير القدس المرة الرابعة والأخيرة. شرف العراقيين بأن حرر القدس المرة الأولى على يد حمورابي، والثانية على يد سلطان، والثالثة على صلاح الدين الأيوبي، والرابعة باتفاق الأمم عندنا وعند المسيحيين وعند اليهود أن العراق هو الذي سوف يحرر القدس هذه المرة الأخيرة والنهائية. هذا العراق الذي شرفه الله بكل هذا لا يليق به هذا الذي يجري بين العراقيين على هذا الشكل الخبيث. ولهذا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث إذا حب الله عبدا ابتلاه، فأنا واثق أن هذا البلاء العظيم الذي حل بالعراقيين لن تبقي ذنبا واحدا على عراقي إذا تمسك بالصبر والاعتماد على الله عز وجل وقام بواجبه الشرعي في حب العراقي للعراقي وحب الجار للجار وتقاسم اللقمة والتضحيات فيما بينهم والقوة الوحدوية فيما بينهم ونسوا خلافاتهم الطائفية والفلسفية والحزبية. وأنت كما ترى أن شيئا من هذا قد حدث. إذن إن العراقيين أراد الله لهم بهذا البلاء الخطير أن يطهرهم من ذنوبهم وأن يعيدهم إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه، وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا بصراحة، قال العراق كذا 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 يعني عصور وراح سيئة، ثم يعود خلافة على هدي النبوة في آخر زمانه. الخلافة على هدي النبوة دولة مدنية يشترك فيها كل المسلمين على اختلاف مذاهبهم وكأنهم بنيان مرصوص. هذا الذي سوف يأتي بعد هذا الغبش الذي نحن فيه، والله إن هذه المظاهرات التي سمعناها وافتخرنا بها من شباب قاموا بذلك الحماس وبذلك الفكر والجهود العظيمة ولم يفرقوا بين كل الطوائف والقوميات، هذا المخبر من الشباب هم الذين سوف يكونون الشعب القادم للعراق في العهد القادم. الشيخ يكون العراق في العهد القادم موحدا سياسيا واجتماعيا وفكريا، وهو الذي سيحرر القدس لكل العراقيين، وستختفي كل هذه الطائفيات والاحزاب والفئويات. ما نصدقنا نحن مسلمون وكل واحد له خصوصيته، هذا مذهب وهذا مذهب، هذا كلي وهذا عرضي وهكذا. هذا قادم سوف ترون على ليس بعيدا، يعني في السنوات القيثرة سنتين سترون عراقا يسر الخاطر ويرضي الله ورسوله. الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي العالم والمفكر الإسلامي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. شكرا دكتور أحمد. بعد هذه الكلام اللي تكلم به عراقا موحدا سياسيا واجتماعيا، ماذا تقرأ في كلام الشيخ؟ يعني هذا الذي نطمح له وهذا الذي نتمناه، ولكن نحن نرى العراق من الداخل حقيقة وضع مأساوي جدا. هنالك الطائفية وهنالك الحرب وهنالك التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والصحي والتعليمي،
العراق اليوم مثل ما تفضل الأستاذ هيثم بأنه هو في مصافي الدول التي المتردية خدميا التي لا تكاد تذكر أحيانا في بعض الاستبيانات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يهدأ أمر العراق ويصفي أمر العراق، ولكن نحتاج إلى خطة ونحتاج إلى عمل ونحتاج إلى تكاتف ونحتاج إلى أن نكون يد واحدة. ومثل ما قال أيضا الضيف، إحنا اليوم نمر في أزمة غير مسبوقة. العراق كان يوما ما يعطي كثير من الدول، وهنالك كانت أموال تصرف لهذه الدول، واليوم العراق هو بحاجة ماسة إلى الأموال. جميل. نعم هنالك فساد. جميل. ولكن اليوم ننتظر من دول الخليج والدول العربية والدول العالم هذا جميعا. ما قال أيضا هناك يجب أن يكون هناك تداعي عربي لأزمة النازع، ما قال الأستاذ هيثم القيسي. أستاذ هيثم، سمعت ما قال الدكتور أحمد الكبيسي عن العراق، ما رأيك فيما في قول لقد أتحفنا الكبيسي؟ لقد أتحفنا لطالما كان حلما يداعب مشاعرنا ما تكلم به العلامة والمفكر الإسلامي أحمد الكبيسي. هذا حلم كل الشعب العربي، كل فرد عربي حر، هذا ما يحلم به، أن يرجع العراق إلى ماضي عهده، العراق العظيم، عراق الرجال الصادقين في عملهم. كانت نسبة الخطأ عند قبل 2003 في النظام السابق بمقياس العالمي للمراقبين الدوليين صفر. نعم. كانت نسبة الخطأ عند الموظفين من ناحية عسكرية أو مدنية، كانت نسبة الخطأ عندهم صفر. والآن ننظر ما هو حالهم بأخطائهم المتكررة. والآن نحن ندعو ونثني عما قاله وعما جاء به وعلى لسان الشيخ المفكر أحمد الكبيسي، وندعو الله أن يرجع العراق إلى حاله السابق. وفعلا العراق أول من حرر فلسطين والقدس هو خرج من العراق نبوخذ نصر، ومن ثم وآخر من حررها هو صلاح الدين. ونتمنى وندعو الله أن يكون مرة الرابعة أيضا من العراق. هذا ما نصب إليه وهذا ما نتأمله بإذن الله تعالى. الأستاذ هيثم القيس المحامي والخبير السياسي والقانوني، شكرا جزيلا لك. سؤال أخير أستاذ يحيى، النائب عن الأنبار طه الفارس يقول أن أموال طائلة هدرت في قضية النازحين، والحكومتان المركزية والمحلية حاجزة عن تلبية مطالب النازحين. يعني هو طبعا أكيد يقول أموال هدرت، يعني نعم. أموال كبيرة طائلة، يعني اليوم نتكلم على الفساد المستشري في العراق، ونتكلم على إدارة الغير جيدة لإدارة الأزمة داخل الدولة العراقية. وعندما نتكلم على اللجنة العليا التي كانت رأسها الدكتور صالح المطلق نائب رئيس الوزراء، التي كان مخصص لها مليار دولار، نعم. هذه لم توظف بشكل الصحيح، نعم. وأيضا خصصت أموال أخرى أيضا إلى النازحين، ولكن بسبب الموازنة أو السيولة المادية وانخفاض أسعار النفط ودخول العراق في هذه الحرب في أكثر من جبهة، والتكاليف الكبيرة التي يصرفها الآن على هذه الحرب التي يقاتل بالنيابة عن العالم، أكيد نعم أنا أتفق مع أستاذ طه الفداوي بهذا المضمار. وهنالك عدم خلينا نقول وجود دراية صحيحة في صرف هذه الأموال، وإنما كان يفترض من يهدر الأموال ابتداء من الحكومة المركزية، نعم. لأن مثل ما قلت وأنا أؤكد للمشاهدين جميعا، المليار اللي هدر قصدك، مليار دولار، طبعا هذا المليار هو صرف عن طريق اللجنة العليا اللي كانت رأسها دكتور صالح المطلق، نعم. ممكن هو صرف بأي طريقة كانت، ولكن على الأرض لا يوجد هنالك يعني أبسط مقومات العيش للنازحين الذين فروا من جحيم داعش. الأستاذ يحيى الحمدي عضو مجلس معاضدة الأنبار، شكرا جزيلا لك. وكذلك شكرا للدكتور العالم والمفكر الإسلامي العراقي الدكتور أحمد الكبيسي، وكذلك الشيخ سعد الفوزي أبو ريشة. وأيضا لا يفتنا أن نشكر الأستاذ المحامي والخبير السياسي القانوني دكتور هيثم القيسي، والشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة. نذكركم نحن من أرض اغرورقت بدمع نهرين ينزفان، عند القلب يفترقان ثم يتعانقان عند مرفأ الأوجاع حيث شط العرب. من أرض الحدث نلقاكم بالله أسبوع مقبل، لذلك الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.